مساء الخير، يعطيكم العافية. نور الله يعافيك دكتور. عافيك دكتور. أهلا بكم. Any question على الديكودر على الانكودرز؟ طيب، احنا يعني بلشنا نحكي بالانكودرز امبارح وحكينا ببساطه هو مفهوم جديد، اوبريشن جديده ممكن احتاجها في بعض الديجيتال سيستمز. فذاتس واي وي جيف ات نيم، ذاتس واي وي ديزاين اتس سيركت. حكينا بكل بساطه الانكودر هو عباره عن كومبينيشنال لوجيك سيركت بتنفذ العمليه، بتعكس الشغل تبع الديكودر. فاحنا شفنا انه الديكودر بكل بساطه كومبينيشنال لوجيك سيركت، له انبوتس له اوتبوتس، العلاقه بين عدد الانبوتس وعدد الاوتبوتس مشروطه بشرط معين، والاوتبوت فعليا محكوم بانه one of the outputs in the decoder is active for any possible input combination. وتحديدا هذا الاوتبوت اللي هو رقمه، الرقم اللي بدخله على الانبوت، يعني رقم الاوتبوت اللي بدخل على الانبوت هو فعليا اللي بيكون اكتيفيت. الان الانكودر هو فعليا بيعكس الشغل هذا زي ما حكينا امبارح، فهو فعليا له ام انبوتس وان اوتبوتس، بحيث انه الام اقل او تساوي من 2 تو ذا باور ان. وحكينا هون بدنا ننتبه هي نفس العلاقه الموجوده في الديكودر، لكن تعريف الام وتعريف الان هو اللي تغير، وهذا الكلام منطقي. زي ما حكينا امبارح انه الانكودر فعليا اذا بدي اطلع عليه هو عباره عن مرايه الديكودر. لو بحط مرايه فكل شيء بينعكس، الانبوت بصير اوتبوت والاوتبوت بصير انبوت والاوبريشن كلها بتنعكس. فاذا تكنيكلي شو بيسوي الانكودر زي ما شفنا امبارح من خلال هدول الاكزامبلز؟ هو ببساطه بيطلع على الانبوت وبيدور مين من هدول الانبوتس هو اكتف، بيعطيني الادرس تبعه. فمثلا هون الانبوت الاكتف هو رقم 3 فاعطاني هون 3، الانبوت الاكتف هون هو 0 اذا انا معرف انه الاكتف معناها 1، فبالتالي الاوتبوت راح يكون 0 اللي هو فعليا رقم الانبوت الاكتف او رقم الاكتف انبوت. فحكينا هذه الفكره بكل بساطه، يعني لو بدي اصمم سيركت كومبينيشنال لوجيك سيركت بناء على هذا الوصف بكل اللي حكيناه بتشابتر 4 وتشابتر 3، اي كان اي ديزاين سوتش ا سيركت، يعني ان فيري ستريت فورورد ابروتش. راح ابني لي تروث تيبل، بعرف عدد الانبوتس، بعرف عدد الاوتبوتس، وبعرف شو العلاقه بين الانبوت والاوتبوت، وبطلع اللوجيك اكسبريشن ل A1 واللوجيك اكسبريشن ل A0 او ل Y1 Y0 ايش ما بدك تسميهم سميهم، وبنتهي الموضوع. لكن حكينا بدي انتبه شغله هون انه الانبوت اللي بدخل على الانكودر فيه assumption مهم انه one of these inputs is active، واحد من هدول is active، وهذا الكلام منطقي حكينا لانه من المتوقع انه هذا هو output جاي من decoder، والديكودر الاوتبوتس في واحد منها هو اللي active. فبدي انتبه لما اعبي التروث تيبل انه بعض الكومبينيشنز فقط هي راح تكون valid combinations، بينما ما تبقى من الكومبينيشنز راح يكون invalid combinations، وبالتالي هذا الكلام بقدر اعالجه باني احط الاوتبوت في هذه في الحالات الانفاليد انه يكون dont care. فمثلا لو جينا حكينا هون دخل عندي 1100، فحكينا هذا الانبوت مش valid لانه في عندي 2 ones، مظبوط. فاذا الاوتبوت بقدر افترضه بدايه انه dont care، ولما اسوي simplification بتتحدد قيمه الdont care حسب هل انا بجمعها مع ones او بجمعها مع zeros. فبناء على هذا الكلام رحنا وصممنا ال 2 to 1 encoder، السيركت اللي بتمثل ال 2 to 1 encoder. فحكينا بكل بساطه التروث تيبل تبعها هو something like this. فبالتالي لما يكون الاكتف انبوت هو D0 فالاوتبوت هو 0، الاكتف انبوت هو D1 فالاوتبوت هو D1. فحكينا هذول هم فعليا هم الـ two possible valid combinations، لكن في عندي تنتين ولازم اعرف قيمه الفانكشن هون وهون حتى اقدر اسوي simplification. فحكينا بما انه هدول التو كومبينيشنز هم invalid وthey may never happen لانه الديكودر مستحيل يعطيني هدول الفاليوز، فبقدر سيفلي اني افترض انه الاوتبوت في هدول الحالتين هو dont care.
لكن حكينا لما بدي افرض هدول هذا الاوتبوت دونت كير واجي ابسط اي، فممكن انا اجمع مثلا هاي الاكس على الماب اسوي لها كومباين مع 1. فلما اسوي لها كومباين مع 1 شو معناها هاي الاكس؟ زي كاني افترضتها انها صارت انها صارت 1، مزبوط؟ فاذا لو حطيت حالي هون عند الاوتبوت تبع الانكودر واحاول اطلع عليه وشفت 1، فوين المشكله هون؟ اذا شفت 1 كان اي تيل وات از ذا انبوت، راح تحكي لي ممكن يكون هاد وممكن يكون هاد، فممكن يكون واحد من اثنين، بس ممكن واحد يحكي لي طب ما هو هاد مو مستحيل يدخل اصلا، فاكيد الانبوت بده يكون هاد. بحكي له يس، هلا هو اسيوم انه الانبوت المفروض يكون 1 اكتيف انبوت، لكن ما في شيء يمنع حتى لو هذا الانبوت جاي من ديكودر انه على الطريق انه الفاليوز تتغير، زي ما شفنا بموضوع الباريتي انه ممكن يصير في ايرور على الطريق، يعني الديكودر يبعث لي 0 1 بس هو ماشي يوصلني 1 1 او يوصلني 0 0، مزبوط؟ فاذا ممكن انا ما راح اقدر احدد ايش هو الانبوت بشكل عام. فكيف عالجنا هذا الموضوع خلال عملية الديزاين؟ انه ببساطة بدنا نضيف معلومة، بدنا نضيف output يعطينا هاي المعلومة انه هل الانبوت هو valid او invalid، فروحنا ضفنا V output او الvalid output على السيركت، وحكينا basically في هدول الحالتين الoutput هو valid، يعني هو المفروض اللي انا اشوفه، وهون الoutput راح يكون invalid. فالان صارت عندي truth table تبعت 4 to 2 2-to-1 عفوا encoder بناء على assumptions معينة، بناء على تعامل معين بالنسبة للA والV. فحكينا بكل سهولة بقدر أرسم الكيماب تبعت الA والكيماب تبعت الvalid، وبيطلع معاي logic circuit تبعت الـ 2-to-1 encoder. 2-to-1 encoder طبعا هذه لازم تكون 2-to-1 مش 1-to-2 هي type، تمام؟ فهذا كان بالنسبة لل 2-to-1 encoder. طيب بعدين حكينا خلينا نكبر الفكرة ونصير نصمم 4-to-2 encoder. ال 4-to-2 encoder 4 inputs 2 outputs اللي هم فعليا بيعطوني رقم الاكتف input بالإضافة لل valid output. راح نحكي الآن بدنا نصمم هاي السيركت، فبدنا بالتالي truth table. التروث تيبل راح تكون فيها 16 combination، لكن من هدول 16 combination بس 4 combinations هم الفاليد، اللي هم مين؟ اللي هم 0001 0010 1000 و1000. هدول الانبوت combinations اللي فيهم 1 active value او 1 active input، فبالتالي وما تبقى هم invalid، وبالتالي الoutput don't care والvalid bit أو الvalid output راح يكون zero. فا if you fill the key map هدول هم الvalid اللي هم الموجودين عندنا هون، وما تبقى هو don't care. الآن إذا بعبي الكي مابس I can easily find I1 I0 و الvalid output، وزي ما حكينا امبارح هاد لو اعبي الكي ماب تبعته راح الاقي انه I cannot simplify it, I cannot combine them in terms of this function، فبالتالي هو هاد، او بقدر اكتب اللوجيك اكسبرشن تبعته بدلاله y1 y2 y3 y4 and so on، تمام؟ any question؟ فهذا فعليا اللي حكينا امبارح، شفنا كيف نصمم الانكودر بهذه الطريقة. سواء كان 2-to-1 أو 4-to-1 أو أي شيء بدك إياه 8-to-3. طبعا 8-to-3 راح يكون شوي صعب لأنه في راح يكون عندي 8 inputs. طيب خلينا نطلع الآن على يعني نظرة أخرى لتصميم الانكودر. يعني إحنا بالتصميم اللي شفناه قبل شوي كنا نفترض إنه there is only one valid there is only one active input، وإذا كان في حالة غير هيك بنفترض إنه الأوتبوت بيكون don't care. الآن في طريقة أخرى للتعامل أو لتصميم الانكودر للتعامل مع الانفاليد inputs اللي هي ببساطة priority encoders. Priority معناها أولوية أو أفضلية، يعني أعطي أفضلية أو لا أو أولوية. فشو الفكرة هون؟ إنه لو كان عندي input فيه أكثر من active one active input أكثر من active value،
كيف اتعامل معهم؟ قبل شوي شفنا كيف انا بتعامل معه، اني بفرض الاوتبوت دونت كير وبستخدم الفاليد اوتبوت حتى احدد هل هو فاليد ولا انفاليد. الان بهذه الطريقه لا، فعليا راح اسمح انه يكون في عندي اكثر من one active input، لكن كيف بدي احسب الاوتبوت؟ بكل بساطه راح اعطي افضليه لواحد من هدول الانبوتس على بقيه الانبوتس الاكتف بنفس الوقت. فمثلا لو كان عندي هذا الانكودر 422 انكودر والان في عندي 2 اكتف انبوتس D2 وD0، فمين اطلع؟ احنا بهذه باللي سويناه قبل شوي كنا نفترض انه الاوتبوت دونت كير 1 صح؟ يعني الاي 1 والاي 0 يكونوا دونت كير، لكن هون طلع لي انه 10 10 هي عباره عن ديسيمال كم 2، فزي كانه اعطاني رقم هذا الانبوت، زي كانه اعطاني رقم D2. فايش معناها هون؟ اني انا هذا الانكودر بدي اصممه بحيث يعطي اولويه للهاير انبوتس، هاير اوردر انبوتس. يعني انا هون عندي D2 D1 D0 هم الاكتف، فمين اعطي اطلع على الاوتبوت؟ هل اطلع الادرس تبع D0 ولا الادرس تبع D2؟ طلعت الادرس تبع D2، يعني اعطيت افضليه للهاي انبوتس او للهاي اوردر inputs. فهذا النوع من الانكودرز بسموه high priority encoder، يعني الانكودر اللي بيعطي أفضلية وأولوية للhigher order inputs في حالة وجود أكثر من active input. فمثلا هون معناها هاي إنه D3 أو له أولوية أعلى من D2، أعلى من D1 وأعلى من D0. يعني لو كان الانبوت 1100، what will be the output on the other side؟ راح بما انه هاي برايورتي راح ياخذ مين؟ الدي 3 راح يعطيني 1 1. لو كان في عندي 0 0 1 0 شو راح يعطيني؟ شغال طبيعي، هو ما في مشكله، ما فيش غير 1 1 اصلا، راح يعطيني 1. لو كان 1 1 راح يعطيني برضه ايش؟ 0 1، لانه وين ال 1 موجود؟ في عندي 2 1s، كيف افصل بينهم؟ بدي اعطي افضليه او اولويه لواحد، فهون انا بعطي ال 1 الموجود بالهاي بوزيشن او بالهاي انبوت، بالانبوت اللي له الرقم الاعلى. ممكن اعرف الاولويه بشكل معكوس. كيف يعني بشكل معكوس؟ يعني لو دخل عندي هذا الانبوت عند احكي في عندي 1 عند 2 واكتف انبوت دي 0، فاطلع مين؟ 0. يعني اعطيت اولويه لمين؟ للرقم الاقل. فعشان هيك هذا بسموه لو برايورتي انكودر. لو برايورتي انكودر يعني الدي 0 لها اولويه اكثر من 1 واكثر من 2 واكثر من 3. فهيك العلاقه بين الانبوتس في حال وجود 1s على اكثر من انبوت موجود على الانكودر. فعاده هذا another way to look on designing encoders، اني اعطي اولويه للانبوتس او اعرف اولويه بين الانبوتس في حال وجود اكثر من اكتف انبوت. اما باخذ ال1 الموجود على الانبوت الاعلى فعشان هيك اسمه هاي برايورتي انكودر، او الانبوت اللي موجود على الانبوت الاقل الاقل واحد اللي هو بنسميه لو برايورتي انكودر. طبعا انا ممكن اعرف اصمم الانكودر تبعي البرايورتي انكودر باي برايورتي بدي اياها، فممكن اجي احكي انا بدي دي مثلا 2 اكثر من دي 0 اكثر من دي 1 اكثر من دي 3. فلو شفت 1 هون و1 هون راح اعطي دي 2، تمام؟ فانا بقدر اعرف البرايورتي اللي بدي اياها. فهذا مش كومن يعني بالكوميرشال انكودرز اللي موجوده بالسوق، اما بتلاقي هاي برايورتي او لو برايورتي، لكن ككونسبت انا بقدر اصمم الانكودر تبعي بالبرايورتي اللي بتناسبني، بالبرايورتي اللي بشوفها مناسبه. فهذه الفكره كبرايورتي انكودر. كان يو ديزاين ذيس سيركت؟ كان يو ديزاين ذيس سيركت؟ شو بيلزمني حتى اصمم هاي السيركت؟ بيلزمني عدد الانبوتس، عدد الاوتبوتس، العلاقه بين الانبوت والاوتبوت. عدد الانبوتس معروف، عدد الاوتبوتس معروف، العلاقه بين الانبوت والاوتبوت الان معروفه، بعرف كيف الانكودر بيشتغل، مزبوط. والان ضفت عليه فيتشر جديد او مختلف عن اللي سويناه امبارح وبدايه المحاضره اليوم، انه لو كان في اكثر من اكتف انبوت انا ما راح اعطي اوتبوت دونت كير وابسط، لا انا راح اعطي اوتبوت يساوي الانبوت او الادرس تبع الانبوت الاعلى او الادرس تبع الانبوت الاقل، تمام؟ عشان هيك اما بيكون هاي برايورتي او لو برايورتي. فخلينا نطلع كيف ممكن مثلا نصمم الفور انبوت هاي برايورتي انكودر.
الانكودر اللي هو حجمه 424 انبوت يعني هاي برايورتي انكودر. فكيف ممكن اصممه؟ بدي احط التروث تيبل، فحتلاقيني راح احط تيبل فيها 16 كومبينيشن واصير اعبي فيها، مزبوط؟ ما في مشكله. فمثلا لو اجيت لقيت كومبينيشن زي هيك 1010، شو راح اطلع هون على الاوتبوت؟ اذا كان هاي برايورتي راح اطلع البوزيشن تبع هذا ال1 اللي هو 3. لو لقيت 1011 شو راح اطلع؟ برضه راح اطلع هاد اللي هي 11، لانه هاي برايورتي بطلع البوزيشن تبع الهايست انبوت، هايست اكتف انبوت. فمرات بكتبوها التروث تيبل كامله ومرات بيرسموها زي هيك، بنسميها الكومباكت تيبل، التيبل المختصره. هلا هي فعليا تروث تيبل بس مختصره. ليش مختصره؟ لانه طلع هون انا اذا كان في عندي هذا الانبوت 0010، لو كانت هذه 0 وين موجود ال1؟ موجود ال1 في البوزيشن رقم 1، فاطلع الرقم 1. طيب لو كان الاكس هذه كانت 1 شو راح اطلع كاوتبوت على الانكودر؟ راح اطلع برضو اي 1. فاذا سواء كان هذا البت 1 ولا 0 دائما راح اطلع الادرس تبع مين؟ تبع اي 1، صح ولا لا؟ لانه هاي برايورتي. فاذا في 1 هون اي دونت هاف تو لوك وات از هير. ففعليا هذا السطر على التروث تيبل كم سطر؟ سطرين اللي هم 0010 و0011، مزبوط؟ هو تو كومبينيشنز. طيب هذا السطر اللي هون، اذا كان في عندي 1 هون، هل بهمني شو موجود هون كانبوت اذا كان هاي برايورتي انكودر؟ لا، سواء كان هون في 00 ولا 01 ولا 10 ولا 11 اي دونت كير، لان انا بهمني اذا كان في 1 هون وهو هاي برايورتي انكودر راح اطلع هذا ال1، فاذا راح اطلع 10. ففعليا هذا السطر عباره عن اربع سطور في التروث تيبل، صح؟ اللي هم 0100 0101 0110 0111، اربع سطور. وهذا السطر سطرين. طيب وهذا السطر هو 8 اسطر في التروث تيبل. اذا كان عندي 1 هون على الاي 3 ما راح اطلع على هدول، راح اخذ ال1 اللي موجود بالهايست بوزيشن اللي هو اطلع الرقم 3 اللي هو هذا الرقم، لانه بما انه هاي برايورتي انكودر اي دونت كير وات از هير، صح ولا لا؟ فاذا هذه بنسميها كومباكت تروث تيبل، التروث تيبل المختصره اللي بتورجيني، او المضغوطه اذا بدك، اللي بتورجيني طبيعة عمل هذا الانكودر. فونس انه صارت التروث تيبل جاهزة بقدر اني اسوي كي مابس وسمبليفيكيشن. طيب الان قبل ما نسوي السمبليفيكيشن، لو اطلع هون في اوتبوت الفي لساته موجود، طب انا هل بحاجة الاوتبوت في؟ يعني اذا انا كل الانفاليد كيسز صرت اعتبرهم فاليد الان، طلع صرت اعتبرهم فاليد. ليش؟ لاني صرت اتعامل معهم بطريقة مختلفة، انه في برايوريتي بتحدد مين اخذ من هدول الاكتف انبوتس، فكلهم صاروا فاليد. طب اذا كلهم صاروا فاليد، هل انا بحاجه الفاليد اوتبوت؟ هل انا بحتاج الفاليد اوتبوت فعليا؟ لا دكتور، ما بحتاجه. طيب شو بالنسبه لهاي؟ لو دخل عندي 0000 is this a valid input؟ لا، ما فيه ولا 1 ولا فيه 2 ones ولا فيه 3 ones ولا 4 ones. فإذا I need still to tell whether this is valid or not. فالvalid output هو فعليا 0 لكل، هو 1 لكل الكومبينيشنز باستثناء أول كومبينيشن لأنها invalid أصلا. ممكن يدخل على الانكودر value زي هيك بغض النظر، مظبوط ولا لا؟ فإذا هذه it is invalid، والoutput هون أنا حطيته 0 0، لكن بإمكانك تحطه don't care، صح ولا لا؟ لانه اذا كان هذا الانبوت do you care what is the output؟ لا، لانها it is invalid combination. فممكن تصممها انك تحطهم don't care او تخليهم zeros او تخليهم ones، it's up to you. فالان once انه هذه التيبل صارت معي اللي هي الكومباكت، بقدر افرطها واسويها 16 rows. جرب في البيت later لما تدرس انك تحاول تكتب ال 16 row table، التيبل الكامله، من خلال انك تطلع على هاي التابل. ومن خلال من لما تسوي التابل بتقدر فعليا
انك تعبي الكي ماب تبعت الواي 1 والواي 2 والواي 1 والواي 0 والفي اوتبوت. يعني فعليا لما تيجي بدون ما تكتب التيبل الكبيره تيجي تطلع هون هدول هم مين هم الكومبينيشنز زي ما حكينا 0 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 فهم المين تيرمز 4 و5 و6 و7 وهي قيمه الاوتبوت. راح تكون قيمة الـ Y1 مثلاً لكل هدول المينترمز راح تكون إيش؟ واحد. الـ Y0 راح تكون لكل هدول المينترمز قيمته كم؟ صفر. تمام؟ فبسهولة بتقدر تعبي الكيماب إذا أنت فاهم أنه كل واحد من هدول الأسطر هو مضغوط، هذا سطرين، هذا أربع سطور، هذا ثمان سطور، والكومبينيشنز اللي هون موجودة مثلاً من 0 0 0 إلى 0 إلى 1 1 1 يعني من 8 إلى 15، صح؟ من 8 إلى 15 بتكون قيمة الأوتبوت نفسها. فمثلا هاي الكي ماب تبعت Y1 فبنقدر نبسطها هي هدول مع هدول مظبوط، فهي I3 or I2 فهي I3 or I2. لما تعبي الكي ماب للY0 بتطلع هيك، والإكسبريشن تبع V برضو بسهولة بقدر أطلعه. لاحظ الإكسبريشن تبع V رح يكون سهل لأنه كل المين تيرمز 1 ما عدا مين من تيرم 0 راح يكون هون 0 1 1 1 الماب مليانه كلها 1s ما عدا من تيرم رقم 0 فبقدر اخذها بكل سهوله واطلع اللوجيك اكسبريشن تبع هذا الانكودر. واضح الفكره؟ يعني بهمنا نفهم الكونسبت شو يعني برايورتي انكودر. وانس فهمناه المفروض الان صار عندنا قدره نصممه، يعني بغض النظر انت رسمت التروث تيبل زي هيك ولا الاكسباندد تروث تيبل الكامله، المفروض موضوع الديزاين موضوع انتهينا منه. اذا معي تروث تيبل بسهوله بقدر اني اطلع السيركت. تمام. اكسرسايز لك، جرب تسوي ديزاين ل 4 to 2 لو برايورتي انكودر. Low priority encoder. Low priority زي ما حكينا إنه إذا كان في أكثر من active input I select the one with the lower address or with the lower number. فلو جربنا نكتب الـ compact truth table هو 4 to 2 فهو في عندي input 1 input 3 عفوا input 2 input 1 و input 0 راح يكون في عندي output Y1 و output Y0 راح يكون في عندي invalid. طبعا اول واحده سهله 0 0 0 0 I don't care والاوتبوت از invalid false. اللي بعدها 0 0 0 1 ما في غير 1 واحد this is valid input وين البوزيشن تبعه position 0 وهو valid مزبوط. طيب اللي بعدها 0 0 1 0 شو راح يكون هون ما في غير واحد مزبوط ما في غير واحد فرح يكون هو البوزيشن 0 1. بس الان بما انه لو برايورتي انكودر اذا كان هون في 0 ولا 1 دو اي كير؟ لا. فاذا بحط هون دونت كير دونت كير اذا شفت 1 هون و0 هون بغض النظر شو في موجود بالهاير بوزيشنز بما انه لو برايورتي انكودر دائما راح اطلع 0 1 والاوتبوت او الفاليد راح يكون 1. نفس الشيء اذا كان في عندي 1 هون و0 هون و0 هون دو اي كير وات از هير؟ إذا كان low priority في 1 هون وهذا أقل من البوزيشن هذا فراح أطلع البوزيشن تبع هذا ال 1 اللي هو 1 0 بغض النظر إيش موجود في هذا البيت بوزيشن. وآخر احتمال اللي هو هيك اللي هو أصلاً valid ما فيش فيه غير single 1 مظبوط. فلاحظ كيف أماكن الإكسز اللي هون انعكست بين low والهاي لأنه أنا مهتم إنه إذا كان في أكثر من 1 إني آخذ اني اخذ مين اخذ اللور بوزيشن او اللوست بلاش اللور اللوست بوزيشن. تمام. بنفس الشيء بتقدر تطلع الاكسبريشن تبع y1 y0 والفاليد اوتبوت. بليتر في البيت اكتب نفس التيبل اللي كتبته هناك بس ما في داعي تصمم لانه حيكون حجم الانكودر كبير اللي هو 6 to 3 6 to 3 يعني في عندي inputs من I5 لغاية I0 وفي 3 outputs Y2, Y1, Y0 وبدك تعبي التيبل بنفس الطريقة اللي عبيتها أنا قبل شوي آخذا بعين الاعتبار أنه هو عبارة عن High Priority Encoder High Priority Encoder.
تمام؟ هلا راح تحكي لي هدول ستة وهدول ثلاثة ليش مش هدول ثمانية؟ ممكن يكون عدد الانبوتس مش باور اوف 2، مش باور اوف 3 في هاي الحالة، لأنه إذا بتتذكروا لما عرفنا الانكودر والديكودر إنه الام أقل أو تساوي 2 تو ذا باور ان، مش شرط إنها تساوي، ممكن تكون أقل أو تساوي. فهذه حالة فيها عدد الانبوتس في الانكودر أكبر من أقل من 2 تو ذا باور ان اللي هم عدد الاوتبوتس. والكلام نفسه ينطبق على الديكودر، ممكن الاقي مثلا 3 تو 7 ديكودر، ما في شيء يمنع، لان انا عندي الشرط انه هذا الرقم يكون اقل او يساوي 2 تو ذا باور 3. تمام؟ فجرب عبي هذه التيبل في لما تيجي انت تدرس بعدين من باب الاكسرسايز. واحد من يعني من يعني حكينا انه الديكودر والانكودر بيشتغلوا عكس بعض. واحد مثال على ممكن تطبيق حتى استفيد من هذا الكومبينيشن، من هذا التزاوج بين الانكودر والديكودر، اللي هو انه تخيل لو انا عندي 8 سويتشز و8 لامبس وبدي اتحكم فيهم، اضوي اطفي and so on، بحيث انه واحده منهم is only on for any instant of time. ففي غياب الانكودر والديكودر انا راح احتاج 1 2 3 4 5 6 7 8 اسلاك منفصله حتى اتحكم باللمبات باستخدام هدول السويتشز. وهذا الكلام ممكن يصير مزعج كل ما زاد عدد اللمبات والسويتشز اللي عم بتعامل معهم. فتخيل عم تتعامل مع 64 لامب و64 سويتشز، فراح يكون هون بدك 64 وايرز. فايش باجي بحكي؟ باجي بحكي بلاي بدل ما انقل 8 اسلاك و8 بيتس، ليش ما انقل، هل بقدر انقل عدد اقل من البيتس؟ نحكي له يس، انك انت بتقدر تسوي انكودينج، تقدر تسوي تشفير للرقم اللي داخل هون باستخدام الانكودر، بحيث يتحول من 8 الى قديش؟ الى 3. فهذه هي وظيفة الإنكودر، إنه يضغط المعلومات، زي كأنه بيضغط المعلومات من 8 إلى 3. لكن أنا فعلياً بالنهاية بدي كم؟ بدي 8. فعشان هيك بحتاج الديكودر اللي بفك الضغط، اللي بفك التشفير، فبيحول لي من 3 إلى إيش؟ إلى 8. فالآن بهذه السيركت، عن طريق استخدام الإنكودر وعن طريق استخدام الديكودر، أنا بقدر أني أنقل المعلومة تبعتي على 3 أسلاك بدل ما أنقلها على 8 أسلاك. فهذا إكزامبل بسيط بورجيني كيف أنه كومبينيشن معين من الإنكودر والديكودر بقدر أني أقلل عدد البيتس وعدد الأسلاك اللي عم بستخدمها في نقل المعلومات بين الطرفين اللي هم في هذه الحالة السويتشز واللابس. تمام؟ Any question؟ واضحة الأمور؟ الإنكودر يعني إذا فهمت الديكودر، أنا الإنكودر يعني هو الدول تبعه أو هو المراية تبعته، هو اللي بيعكس الشغل تبعه. طيب إذا ما في أسئلة على هذا الموضوع، خلينا نروح على مفهوم جديد. والفكرة عم تتكرر والطريقة عم تتكرر، لكن الأوبريشن اللي إحنا عم نطلع عليها هي اللي عم تتغير. يعني شفنا الديكودر، شفنا الإنكودر، الموضوع اللي بعده أو المثال اللي بعده على بعض الكومبينيشنال سيركتس المهمة والمتكرر استخدامها في الديجيتال سيستم ديزاين، اللي هي المالتيبلكسرز. مالتيبلكسرز أو بيسموهم السيلكتورز أو الداتا سيلكتورز أو سيلكتورز. طب شو هو هذا المالتيبلكسر؟ أكيد هو كومبينيشنال لوجيك سيركت، ما في إشي جديد لأنه كل كلامنا على الكومبينيشنال لوجيك سيركتس. طيب هاي الكومبينيشن لوجيك سيركت شو مواصفاتها، شو بتسوي، شو الانبوت، شو الاوتبوت، شو طبيعه الاوبريشن اللي بتصير؟ الموضوع كتير بسيط. هاي السيركت لها ام انبوتس، لها ايش؟ ام انبوتس، لها 1 اوتبوت. بسيطه كتير هاي السيركت، لها 1 اوتبوت ولها ام انبوتس، عدد من معين من الانبوتس. راح تحكي لي طيب وات از نيو، يعني في كتير اكزامبلز شفناها من شابتر 3 وشابتر 4 إنه سيركت بيكون لها عدد من الانبوتس 4 8 10 whatever، ولها اوتبوت واحد، والاوتبوت بيعطيني فكره او معلومه عن الانبوت.
احكي لك يس، ما هي اصلا هي كومبينيشن لوجيك سيركت، لكن طبيعه العلاقه بين الاوتبوت والانبوت هي كالتالي، انه هاي السيركت فعليا بيكون في لها 1 2 3 4 whatever number of inputs ولها 1 output. طيب شو بتسوي هاي السيركت؟ هاي السيركت تقدر انا استخدمها حتى اختار انه من هدول الام انبوتس اختار واحد هو اللي يمر ويطلع على الاوتبوت. ممكن اختار اول واحد، ممكن اختار ثاني واحد، ممكن اختار عاشر واحد and so on. عشان هيك اسمها selector او multiplexer الاسم الاصح. selector انه انا بقدر اختار هل اطلع هذا الانبوت ولا هذا الانبوت ولا هذا الانبوت ولا هذا الانبوت ولا هذا الانبوت على الاوتبوت. تمام؟ طيب الآن السؤال، بما أنه أنا في عندي M inputs وبختار واحد منهم يطلع على الأوتبوت، كيف ممكن أختار؟ كيف ممكن أحكي للسيركت أنه أنا بدي أطلع الانبوت رقم مثلاً 0 أو الانبوت رقم 1 أو الانبوت رقم 2 أو الانبوت رقم 3 and so on. يعني لازم يكون عندي قدرة أعطي السيركت هاي المعلومة. هدول هم عبارة عن المعلومات اللي أنا عم بختار منها، فهدول بسموهم الداتا inputs. فأنا عم بدخل داتا وعم بختار واحدة منها هي اللي تطلع على الأوتبوت بغض النظر هي قيمتها صفر ولا واحد. طيب الآن كيف بدي أحكي للسيركت which input to select؟ أكيد لازم يكون، يعني هذه معلومة إضافية لازم أعطيها للسيركت، فأكيد بده يكون في عندي inputs زيادة اللي هم بنسميهم selection lines أو selection inputs. شو وظيفة هدول selection inputs؟ بكل بساطة أني أنا بحكي له 0 0 0 معناها أنا بختار الانبوت رقم 0، بحكي له 0 1 0 بحكي له أنا بدي الانبوت رقم 2 اللي يطلع على الاوتبوت. فهدول selection lines بسميهم تسميهم control lines بصير، بس selection lines اللي عن طريقهم أنا بحدد رقم الانبوت to be passed to the output، رقم الانبوت اللي يطلع على الاوتبوت. طيب السؤال الان، كم عدد السليكشن لاينز؟ اذا كان عدد الداتا لاينز ام، كم عدد السليكشن لاينز؟ اذا انا عندي ام ثينجز لوج، انا عندي ام ثينجز صح يا عمر، وبدي ارقمهم بالباينري، كم بت بحتاج؟ لوج ال لوج الام، او فعليا انه ام تساوي 2 to the power n where n هو عدد السليكشن لاينز، عدد السليكشن لاينز. فاذا هذه هي الفكره، موضوع بسيط جدا، بدي سيركت بعطيها رقم الانبوت بتطلع لي الانبوت على الاوتبوت. طيب اذا كان عدد الانبوتس الداتا انبوتس ام، فكم عدد السليكشن لاينز؟ لوج الام، مزبوط. فاذا الانبوت از سيلكتد using n selection lines such that انه عدد الانبوتس هو اقل او يساوي 2 to the power n، لكن خلي في بالك n هي عباره عن عدد السليكشن لاينز. تمام؟ فهذه هي فكره المالتيبلكسر. لو واحد وصف لك هاي السيركت وحكى لك صمم لي اياها، المفروض الموضوع ستريت فورورد، مظبوط. فخلينا نشوف هذا الكلام بمثال. لو عندي 2 to 1 max، this is 2 to 1 max. ايش يعني 2 to 1 max؟ يعني سيركت بتختار واحد من اثنين وبتطلعه على السنجل اوتبوت. كيف اختار مين اللي يطلع؟ عن طريق السليكشن لاين. فانا هون عدد الانبوتس اثنين، فلوج الاثنين قديش؟ واحد. فانا بدي 1 سليكشن لاين حتى اختار اما 0 اما 1، اما الانبوت 0 واما الانبوت 1. ففكرة الأوبريشن كتير بسيطة. إذا جيت أنا دخلت هون 0، which input will appear on the output؟ I0. I0 مزبوط، لأني عم بحكي له أنا مدخل 0، فالديسيمال فاليو هي 0، فأنا بدي أطلع I0. طيب إذا كان اللي داخل عندي هون 1، معناها أنا عم بختار الانبوت رقم 1، فمين اللي راح يطلع على الأوتبوت فعليا؟ راح يطلع على الاوتبوت هو input 1، فالواي راح تكون input 1. فاذا لو بدي اختصرها، انا باجي احكي رياضيا الواي هو فعليا I0 لما الاس تساوي 0 وI1 لما الاس تساوي كم؟ 1. فعبرت عن الاوبريشن تبع السيركت بطريقه رياضيه.
تمام؟ لو أعطيتك هاي المعلومات can you design this circuit؟ كم input في هاي للسيركت في للسيركت هاي؟ كم input؟ ثلاثة. في عندي اثنين data وواحد selection. كم output؟ في واحد. طيب شو العلاقة بين الانبوت والاوتبوت؟ هيها مظبوط. لو بدي اختصرها رياضيا او لو بدي اكتبها كلاما، لما تكون الاس صفر واي تساوي اي زيرو، لما الاس تساوي واحد الاي تساوي اي ون. فبسهولة بقدر اصمم هاي السيركت. فراح اجيب التروث تيبل، عدد الانبوتس ثلاث اللي هم السيلكشن لاين والداتا لاين بناء على معرفتي بالتو تو ون ماكس. طيب كم قيمة الواي بدي أعبي التروث تيبل؟ الآن لما تكون القيمة الاس زيرو، شو معنى الاس زيرو؟ معناها أنا بدي اي زيرو هو يساوي الواي أو الواي تساوي اي زيرو. فكم قيمة الاي زيرو في هاي الحالة؟ هي زيرو ون زيرو ون، فالواي تساوي اي زيرو زيرو ون زيرو ون. طيب لما تكون الاس تساوي واحد، مين اللي بده يطلع على الأوتبوت؟ اي ون. كم قيمة الـ I1 في هذه المنطقة؟ 0011. فبالتالي هذه قيمة الـ Y في هذه المنطقة. الـ Y تساوي I0 وفي هذه المنطقة الـ Y تساوي I1. صارت معي الـ Truth Table جاهزة. شو أسوي؟ Simplify. هاي الـ K-Map وهاي الـ Prime Implicants وهاي الـ Logic Expression، صح ولا لا؟ هذا الشيء صار المفروض انت يعني محترف فيه، ان تروث تيبل وعبي كي ماب وسوي سمبليفيكيشن. فلاحظ الواي هي ببساطه اس بار اند واي 0 اور اس اند اي 1. فذيس از ذا لوجيك دايجرام اوف ذا سيركت. طلع انه بس في هيك يعني من التابلت، هذه اس اكيد وهذه اي 0 وهذه اي 1. فهذه هي السيركت بكل بساطه، طبعت ال 2 تو 1 ماكس. تقدر تثبت، بتقدر تتحقق من انه السيركت هذه فعليا 2 تو 1 ماكس؟ يس. خلينا نجرب. لو دخلنا هون 0 على السيلكشن لاين، فهون داخل عندي 0 وهون راح يكون داخل عندي ايش؟ 1. 0 and whatever is here شو راح يطلع؟ 0. 1 and i0 راح يطلع i0. i0 or 0 i0. فلاحظ لما دخلت هون 0 مين اللي طلع هون؟ اي 0. طيب لو دخلنا 1، انا عم بسوي فاليديشن، لو دخلنا 1 هون 1 اند اي 1 راح يطلع هون اي 1 صح، لانه هون داخل 1 وهون داخل اي 1. طيب هون راح يكون داخل 0 وهون داخل اي 0. 0 اند اي 0 0 اي 1 اور 0 اي 1. فاذا هل عم تشتغل السيركت بالشكل المطلوب؟ يس. yes. لما ادخل 1 بطلع اي 1، لما ادخل 0 بطلع اي 0. فبيسكلي صممت ال 2 تو 1 ماكس. واضحه الفكره؟ مهم جدا نفهم الكونسبت. اذا فهمنا الكونسبت تصميم السيركت بسيط، صح؟ يعني ما بده هالشيء العظيم. طيب خلينا زي ما سوينا في بعض الحالات السابقه، ناخذ هاي السيركت ونحاول نحللها ونشوف هل ممكن نستفيد منها. يعني إذا تتذكروا سوينا نفس العملية لما سوينا ديزاين للـ 2 to 4 decoder، حاولنا نحلل السيركت تبعت الـ 2 to 4 decoder واستفدنا من التحليل والاستنتاجات اللي سويناها إنه كيف ممكن نبني decoders أكبر. فهل ممكن نسوي نفس العملية في حالة الـ max؟ خلينا نشوف. لو نمسك هذه السيركت، هاي السيركت مرة ثانية اللي هي السيركت تبعت الـ 2 to 1 max، ونحاول نسأل من ايش مكونة هاي السيركت؟ من ايش مكونة؟ هتحكي لي شو من ايش مكونة؟ هي انفرتر وتو اند واور جيت. راح احكي لك مزبوط، لكن لو نطلع بدقة اكثر من ايش مكونة هاي السيركت اللي هي 2 تو 1 ماكس؟ فيها هاد الاشي سلك وانفرتر. ايش السلك والانفرتر حكينا؟ عبارة عن 1 تو 2 ديكودر. فإذا 2 to 1 max هو عبارة عن 1 to 2 decoder. طيب إيش كمان؟ في عندي 2 to input and gates. 2 to 1 max بده 2 to input and gates، وبده 2 input OR gate. بده OR gate برضه
to input or gate. طيب شو الفكرة هون؟ الفكرة هون بدي أحاول أوصل لنتيجة عن طريقها أقدر أبني multiplexers أكبر بدون ما أسوي simplification و truth tables. تمام؟ بدنا نحاول نفهم ونستنتج شيء معين بحيث أنه أقدر أبني multiplexers أكبر. الماكس شو بيسوي؟ الماكس إما بيسمح لهذا يمر أو بيسمح لهذا يمر، فزي كأني عم بسوي enabling لواحد منهم، صح ولا لا؟ زي كأني عم بسوي enable لواحد من هدول الانبوتس إنه يمر ولا لا؟ إيش السيركت اللي بتمكنني إني أسوي enable لواحد out of many things؟ decoder، صح ولا لا؟ فهذا الديكودر اللي هون وظيفته فعلياً إنه إما يعطيني 1-0 أو يعطيني 0-1 حتى أختار واحد من هدول، إما I0 أسوي له enable أو I1 اللي هو أسوي له enable. فإذا أنا بدي ديكودر، ليش؟ لأنه الديكودر هو السيركت اللي بتعطيني 1 active output، وأنا فعلياً بدي أختار واحد من هدول الانبوتس أسوي له enable. طب كيف بدي أسوي له enable يمر ولا لا؟ رحت جبت هدول الاند جيتس، هدول الاند جيتس هم enabling circuits، صح؟ بقدر انظر لهم انهم enabling functions او enabling circuits. فانا باجي بحكي الاوتبوت تبع الديكودر انا شبكته على الانبوت تبع الاند جيت حتى اسوي enable اما لهاد او لهاد، حتى اسمح لهذا يمر او اسمح لهذا يمر، واذا سمحت للي تحت يمر ممنوع اللي فوق يمر والعكس، صحيح. فإذا الاند جيتس هدول فعليا هم enabling circuits. ايش بحتاج كمان؟ بحتاج اور. ليش بحتاج اور؟ لانه هذا الاوتبوت اما بيجي من هون او بيجي من هون. طيب كم حجم هاي الاور جيت؟ حجمها 2 input. ليش؟ لانه انا اصلا عندي 2 inputs هون، عندي 2 اند جيتس، فبدي اختار بينهم. فالاور وظيفتها تختار بين هون وهون. فإذا الفكره بسيطه، لو انا بدي 4 to 1 max كم input رح يكون عندي؟ 4، مظبوط؟ وبدي أسوي enable لواحد منهم، فبدي circuit تقدر تسوي لي output بحيث واحد من الـ outputs only active. شو هي هاي circuit؟ 2 to 4 decoder. 2 to 4 decoder. بدي 4 inputs، بدي اسوي انيبل لواحد منهم. طيب بعد هيك شو رح يلزمني؟ بدي انيبلينج سيركت، اخذ الاوتبوت تبع الديكودر واسوي له اند مع الانبوت. اذا كان الاوتبوت تبع الديكودر 0 بحجب هذا الانبوت، اذا كان الاوتبوت تبع الديكودر 1 بمرر هذا الانبوت، فراح احتاج 2 انبوت اند جيتس، بس كم عددهم؟ 4، مظبوط. هيا هون كانت 2 2 2، فبدي وهون 2، فبدي 4 ديكودر، يعني 4 to 2 ديكودر، وبدي 4 2 input and gates، وبدي 4 input or gates، مظبوط؟ وبدي 4 input or gates. ليش بدي هذا الديكودر؟ حتى أسوي enable لواحد من الانبوتس، لأنه ما بس واحد من الانبوتس مسموح له يصير له enable ويمر على الاوتبوت. فبقدر اعمم هذه على اي ماكس ممكن احتاجه، اني اجيب هدول الكومبوننتس وابني اي ماكس بدي اياه. فجنرالي اذا بدي ابني ام تو 1 ماكس راح احتاج ام تو ام ديكودر، ام انبوت، ام تو انبوت اند جيتس اللي هم حكينا انيبلينج سيركتس او فانكشنز هيهم هون، وبدي ام انبوت اور جيت عشان اسوي اورينج لكل الجيتس الاوتبوتس تبعت الاند جيتس، لانه واي اما من هون او من هون. تمام؟ فمثلا الفورد ماكس تو 1 ماكس اللي شفناه قبل شوي هيو، بدي 4 تو 2 تو 4 ديكودر، والانبوتس هي هم مشبوكين على الاند جيت، الاوتبوتس تبعت الديكودر هدول معكوسين، هدول المفروض 0 1 2 3 المفروض. تمام؟ اوكي.
وبسوي لهم اند مع الاوتبوت تبع الديكودر بيطلع معي الاوتبوت بيطلع معي الاوتبوت. طيب السلكشن لاينز وين مشبوكين؟ اذا بطلع مشبوكين على وين؟ على الادرس عشان احدد مين الديكودر مين الاوتبوت اللي يكون اكتيفيتد واخذ هاي السيجنال واسوي لها اند مع الانبوت حتى احدد هل انيبلد او ديسابل. تمام هذه بظبطها بس مع كوسين اللي هم الترقيم هذا معكوس اي 0 لا هذه اي 0 هذه اي 1 هذه اي 2 هذه اي 3 تمام. فلاحظ السليكشن لاينز على الترتيب الموست سيجنيفيكانت مع والليست سيجنيفيكانت مشبوكين مع الموست والليست اوف ذا ادرس لاين اوف ذا ديكودر حتى اختار رقم الانبوت تو بي انيبلد. طب كيف بسوي له انيبلينج بالاند جيتس؟ بعدين بسوي اورينج بين كل ال... جرب في البيت انت تسوي ال 8 to 1 max. 8 to 1 max راح احتاج 3 to 8 decoder صح؟ راح احتاج 2 input and gate مظبوط؟ كم عددهم؟ 8 مظبوط؟ لانه عندي 8 outputs وبدي 8 input or gate مضبوط 8 input or. فجرب ارسمها جيب 3 to 8 decoder وارسم الرسمة تمام. طيب اذا بغض النظر الان عن حجم الملتيبلكسر 8 to 1 16 to 1 32 to 1 40 to 1 قد ما بدك بقدر ابنيه بنفس النمطية بدون ما ابني truth table بدون ما اسوي simplification ولا شيء. بحتاج اجيب decoder بحجم مناسب يتناسب مع حجم المقص المطلوب. بحتاج اجيب two input and gates عددهم يتناسب مع حجم الماكس وor gate عدد الانبوتس تبعونها يتناسب مع حجم الماكس واشبكهم بالطريقه اللي شفناها. لكن هذه الطريقه راح تصير مربكه ومتعبه في عمليه التشبيك والوايرنج لما كل ما كبر حجم الماكس لاني عم ببنيها نوعا ما باستخدام الجيتس والديكودر. فالان لو جينا فكرنا وتساءلنا هل بقدر استخدم نفس الابروتش اللي استخدمته بالديكودر مثلا اسوي اكسبانشن نفس الابروتش اللي استخدمته في الماجنيتيود كومباراتور اني اسوي اكسبانشن. كيف يعني اسوي اكسبانشن؟ اني ابني ملتيبلكسر كبير من ملتيبلكسرز صغار. تتذكروا شو سوينا في الديكودر؟ تتذكروا شو سوينا في الادر؟ سوينا 4 بت ادر حتى أسوي أدر أكبر رح جبت كوبي منه وشبكتهم مع بعض. هذه كانت الإكسبانشن. نفس الشيء بالماجنيتيود كومباراتور في الديكودر نفس الشيء بدنا 2 to 4 ديكودر رحنا جبنا 1 to 2 ديكودر شبكناهم مع بعض بطريقة معينة حتى يصير عندي 2 to 4 ديكودر اللي هو البلوك ليفل ديزاين فعليا إنه أنا أجيب كوبيز من هدول البلوكس الصغار وأربطهم مع بعض بحيث يصير في عندي البلوك الكبير. فهل بقدر أسوي نفس العملية بالماكس؟ فعليا يس. هل بقدر أصمم larger multiplexers باستخدام smaller ones؟ هل بقدر أبني big multiplexers من small multiplexers؟ فعلياً yes. والعملية كتير سهلة وأوضح بكتير من الإشي اللي كنا نسويه بالديكودر نوعاً ما. فلو جينا طلعنا هذه هي truth table تبعت 4 to 1 max لكنها مختصرة لأنه لو 4 to 1 max كم عدد الانبوتس اصلا فعليا عندي؟ 4 داتا انبوتس واثنين سيلكشن لاينز يعني عندي 6 انبوتس فالتيبل راح تكون كبيره. فعاده ممكن نكتبها زي هيك اللي هي الكومباكت فورم انه بكل بساطه انا حطيت السيلكشن لاين 0 0 معناها الواي اي 0 سيلكشن لاين اي 0 1 معناها اي 1 سيلكشن لاين 1 0 معناها اي 2 اند سو. هذه فعليا التروث تيبل يعني مقصقصه مختصره لكنها فيها كل المعلومات. بدال ما اكتب truth table فيها 64 combination كتبت هدول بس انا مدرك انه هذه الاي 0 ممكن تكون 01 الاي 1 ممكن تكون 01 فخذ كل الكومبينيشنز بيطلع عندك فعليا 64 combination لكن هذه الكومباكت تيبل. طيب لو اجيت حكيت هاي التيبل تصف عمل ال 4 to 1 max والان بدي اوزعها على 2 to 1 maxes يعني بدي اسوي نفس عمل الاوبريشن تبعت ال 4 to 1 max لكن باستخدام 2 to 1 multiplexers. فكيف ممكن اسويها زي ما سوينا في الديكودر اذا تتذكروا انه بحاول اقسم التروث تيبل بحيث انه
أوزع شغل الماكس الكبير على الماكس الصغار. فمثلا ممكن واحد يجي يفكر أنا وظيفتي بالماكس الكبير إني أختار واحد من أربعة. طيب لو جيت سويت التالي، حكيت بدي أقسم الشغل بحيث إنه أختار واحد من اثنين وأختار واحد من اثنين، بعدين أختار واحد من الاثنين هدول، يعني أختار واحد ضمن هاي المجموعة، واحد من هاي المجموعة، بعدين أختار واحدة من المجموعات، الأوتبوت تبع واحدة من المجموعات. هل بزبط؟ أكيد بزبط. يعني أنا بدي أحكي بدي أقسم التروث تيبل إلى قسمين، أختار بين هدول الاثنين وأختار بين هدول الاثنين، بعدين أختار بين نتيجة الاختيار. فشو بحتاج حتى أختار بين هدول الاثنين؟ بحتاج 2-to-1 max. شو بحتاج حتى أختار بين هدول الاثنين؟ برضو بحتاج 2-to-1 max. طيب وين الانبوتس تبعونهم؟ أنا هون عم بختار بين I0 و I1، وهون بختار بين I2 و I3. على الأوتبوت هون شو بيطلع؟ I0 أو I1. هون بيطلع معي I2 or I3. طيب هل انتهيت أنا؟ لا. شو لازم أسوي؟ لازم أخذ هاد أو هاد وأختاره. كيف ممكن أختاره؟ برضو إيش بدي؟ 2-to-1 max. راح أحتاج ل 2-to-1 max. فشو كيف العملية سهلة؟ زي كاني عم بسوي تصفيات بلعبة رياضية، قسمتهم مجموعات، بختار واحد من هاي المجموعة، واحد من هاي المجموعة، واحد من هاي المجموعة، بعدين باخذ اللي طالعين من المجموعات وبختار منهم، بعدين باخذ اللي طالعين وبختار منهم and so on، حتى اوصل لواحد، لفائز واحد، حتى لاوصل لانبوت واحد. فهذه هي الفكره بكل بساطه، وزعت الشغل على تو ماكسز، هذا الماكس اللي فوق وهذا الماكس اللي تحت. طيب بس ما خلصت لسه، ليش؟ لانه في ماكس هون وفي تو ماكسز وبدي اشبك احدد شو داخل. اكيد هون راح يكون داخل مين؟ هدول. This is مثلاً input 0, input 1. أو بشكل عام عشان ما تلخبط. This is 0, this is 1. إنه this is least significant data input, the most significant data input. طيب هدول selection lines وين أشبكهم؟ شو وظيفة هدول selection lines؟ يعني هون أنا شو وظيفة هذا selection line؟ يختار بين I1 و I0. طب كيف ممكن أختار بين I1 و I0 بهذا section؟ بقدرش استخدم S1 لأنه S1 دائما قيمته صفر. مين اللي بتغير؟ S0. فإذا رح أحط هون S0. مين كيف بختار بين I2 I3؟ مين اللي بتغير هون؟ S0 نفس الشيء، لازم S0. طيب كيف أختار بين هاي المجموعة وهاي المجموعة؟ S0 already اخترته حتى اختار بين الافراد اللي بنفس المجموعه. فاذا ما ضل لي خيار غير استخدم مين؟ S0 S1. لما تكون S1 0 فلازم اخذ هذا الانبوت، لما تكون S1 1 لازم اخذ هذا الانبوت. فاذا هون مين مشبوك؟ S1. وهذا فعليا اللي موضح على الرسمه. فانا هون راح احتاج استخدم S0 حتى اختار بين الانبوتس بنفس المجموعة، وراح اجيب ماكس جديد اضافي حتى اختار بين الاوتبوت تبع كل مجموعة. وهذا السلكشن لاين هو فعليا مين؟ S1، لانه S1 هو اللي بميز هل انا بهذا الجزء او بهذا الجزء. لكن كيف بميز بين الممبرز اوف ذا سيم جروب؟ باستخدام مين؟ S0. كيف بختار بينهم؟ ببساطة ممبرز ان ذا سيم باستخدام S0، بقدر اختار الممبرز بنفس الجروب. واضحه الفكره؟ دائما تخيل بطولات كره القدم بتلاقي في مجموعات والفائز من كل مجموعه بيطلع، بعدين بيلعبوا مع بعض ابطال المجموعات، بعدين اللي فايز بيتاهل، خروج المغلوب من مره واحده، بضفي بالاخر بطل واحد. تمام؟ بس بدي انتبه كيف اسوي سلكشن لاينز. مثال اخر، 8-to-1 multiplexer using 2 4-to-1 multiplexers and 2-to-1 maxes. يعني حكى لي معك 2 multiplexers كل واحد فيهم حجمه 4-to-1 و1 multiplexer حجمه 2-to-1، هل تقدر تستخدمهم عشان تبني
81 ماكس، راح احكي له خليني ارسم التابل المختصره تبعت ال 81 ماكس. 81 ماكس معناها في 3 سيليكشن لاينز، مزبوط، لانه لوج ال 8 3 اللي هم اس 2 اس 1 اس 0. وهذه زي ما حكينا بتعبر عن عمل الماكس، طبعا ما فيها كل الكومبينيشنز بشكل واضح، لكن في تعمل عبر عن كل عمل الماكس. وانا اصلا مش مهتم بكل الكومبينيشنز، صح، لانه انا بهمني الاوبريشن، بدي ابني مش بالطريقه التقليديه اللي هي تروث تيبل وكذا. فشو اسوي هون؟ اذا هدول هم الكومبوننتس اللي معي، هل بقدر ابني 8 to 1 max باستخدام 4 to 1 max maxes و 2 to 1 multiplexers؟ بصير بزبط بزبط. يلا احكي لنا، غششنا يا عمر. يا 2 4 to 1 يا لا لا، هو حدد لي عنده 2 4 to 1 و 1 2 to 1. طيب بستخدم 2 4 to 1 والثاني بستخدم في 2 to 1، يعني اول مجموعة 4 to 1 واللي بيطلع منهم 2 to 1. يعني بدك تدخل أربعة مع بعض تختارهم، أربعة مع بعض تختارهم، بعدين الأوتبوت تختاره وتدخله على 2 to 1، مزبوط؟ يعني زي كأنك يا عمر بدك تقسم التابل نصين، مجموعتين، تختار بين هدول. فبالتالي هون بيكون عندي I0, I1, I2, I3، وهذا الانبوت رقم 0، رقم 1، رقم 2، رقم 3. هون 0, 1, 2, 3، بدك تدخل هون 4 و5 و6 و7، مظبوط؟ بعدين تختار بين هدول، صح؟ تختار بين هاي المجموعة وهاي المجموعة. Yes. فهيك احنا عرفنا كم ملتيبلكسر بدنا وشبكنا الانبوتس وعارفين انه الاوتبوت هون. How about the selection lines؟ شو اسوي بالselection lines؟ كيف خلينا نطلع على المجموعات، كيف بميز بين هاي المجموعة وهاي المجموعة؟ بالS0 S2 بين هاي المجموعة وهاي المجموعة شو اللي بتغير؟ لاحظ الانبوتس اللي بنفس المجموعة هون إلهم S2 تساوي صفر، الانبوتس اللي بنفس المجموعة هون إلهم الانبوت أو selection line S2 يساوي واحد، صح ولا لا؟ فبالتالي هو اللي بيميز بين المجموعات الـ S2. طيب كيف أختار الانبوت من نفس المجموعة؟ مين اللي بيتغير لما اتنقل بين الانبوتس بنفس المجموعة؟ بتغير S1 و S0، تغير S1 و S0. نفس الحالة اللي كانت قبل شوي، انه الموست سيجنيفيكانت بت هو اللي بيميز بين المجموعات، بينما اللي سيجنيفيكانت تو بتس هون بيميزوا بين الانبوتس من نفس المجموعة، مظبوط، هم اللي بيميزوا بين الانبوتس اللي من نفس المجموعة. الرسمة موجودة على النكست سلايد بشكل اوضح. هذا الـ 8 to 1 max، 8 data inputs، 3 selection lines، فأنا بحتاج 4 to 1 maxes مشبوك عليهم S1 و S0، هاي هم اللون الأسلاك موجودة. بعدين بحتاج أختار بين الـ 2 maxes، فبحتاج 2 to 1 multiplexer مشبوك مع الـ S2، وبتقدر بكل سهولة to verify إنه شغال كـ 8 to 1 max. مثلاً هون حاطط example انه دخل 00 هون، فلما تدخل 00 هون فانت اخترت i4 واخترت i0، فالاوتبوت هون i0 والاوتبوت هون i4. كيف اختار i4؟ لازم هذا البت تكون قيمته كم؟ واحد، عشان يجي واحد هون واختار i1. i1 فعليا هون راح يكون مين؟ i4، صح ولا لا؟ i1 راح يكون i4. تقدر تجربها على أكثر من أو على كل الاحتمالات، يعني جرب دخل 000 على select lines شو راح يطلع معك؟ المفروض يطلع مين؟ I0 اللي هو هاد. دخل 011 مين لازم يطلع؟ I3 اللي هو رقم 3 هو اللي لازم يمر ويطلع. فجرب كل الاحتمالات أنت حتى فعليا تترسخ براسك وبمخك فكرة عمل الماكس وكيف أبنيهم من multiplexers أصغر. هلا لو ارجع باك
زي ما حكى عمر في لما جينا سألنا شو ممكن أسوي، حكينا ممكن أبني الـ 8 to 1 max بهاي الطريقة، إني أجيب 2 4 to 1 و 1 2 to 1. لكن عمر برضو اقترح شغلة تانية، شو اقترحت يا عمر؟ نستخدم الـ 2 to 1، نستخدم الـ 2 to 1 نكلفنا أكثر هيك، يعني رح نستخدم أكثر من واحد. بدنا نجيب كم واحد 2 to 1؟ 4 و 1 مضبوط؟ رح أجيب 4، فزي كأني قسمت التابل كم قسم؟ 4 أقسام، بختار بين I0 و I1، I2 و I3، I4 و I5، و I6 و I7، مضبوط؟ بختار بينهم. طب كيف بدي أختار واحد من أربعة؟ بدنا 2 4 to 1، طلع هيك مضبوط؟ هذا الانبوت صفر، هذا الانبوت واحد صفر واحد صفر واحد صفر واحد، مضبوط؟ طيب كيف اختار بين الـ I0 والـ I1؟ S0. كيف اختار بين I2 و I3؟ S0. S0 S0 صح؟ فبدي بت واحد عشان اختار واحد من اثنين. طيب كيف اختار بين المجموعات؟ لاحظ كل مجموعة هدول التو بيتس ثابتات، فبقدر أحط هون S2 S1 اللي هو هذا الانبوت رقم واحد للسلكشن لاين والانبوت رقم صفر للسلكشن لاين. فهيك صار عندي برضو 8 to 1 max، لكن استخدمت هون 2 أو 1 4 to 1 و 4 2 to 1. تمام؟ any question؟ فالموضوع مش كتير صعب، يعني بتهيألي زي ما حكيت في البداية موضوع الماكسز انه نوعا ما نفس الافكار عم تتكرر، انه صمم السيركت الصغيرة بعدين حطها بلوك وبعدين حاول تستخدمها لبلوك كبير، او هاي السيركت الصغيرة حاول تستنتج منها شيء حتى تبني السيركت الاكبر منها. ففي نفس الأفكار نوعا ما عم تتكرر بالديكودر بالإنكودر بالآدر بالماجنتيود كومباراتور، لكن مفهوم عمل السيركت هو اللي عم يتغير، يعني مفهوم المالتيبلكسر مفهوم الديكودر مفهوم الإنكودر هو اللي عم يتغير، لكن نوعا ما نفس الأفكار هي عم تتكرر، ابني سيركت صغيرة كبرها حطها في بلوك أنسوا. تمام؟ فهذا اللي بدنا نحكيه اليوم بالنسبة للمالتيبلكسرز. بيوم الأحد إن شاء الله منكمل ومنشوف تطبيق بسيط على المالتيبلكسرز، اللي هو فعلياً زي ما سوينا في الديكودر إنه أنا ممكن أستخدم المالتيبلكسر حتى أمثل اللوجيك فانكشنز، حتى أمثل اللوجيك فانكشنز. فمنشوف الطريقة وكيف ممكن أنا أبني لوجيك فانكشنز باستخدام مالتيبلكسرز زي ما سوينا في الديكودر، مع انه مش هذه هي وظيفه المالتيبلكسرز، يعني المالتيبلكسرز لم تخترع حتى انا استخدمها تو امبلمنت لوجيك فانكشنز، لها استخدام اخر اللي هو فعليا سيلكشن، لكن كنتيجه بقدر اني استخدمها كي تو امبلمنت لوجيك فانكشنز. اورايت. طيب هلا بالنسبه للهوم ورك رقم 3، بعثت لكم مسج انا على السيستم امبارح انه بطل اليوم تسليمه، تسليمه بكره المساء قبل الساعه 11:59، يعني قبل نهايه اليوم. تمام دكتور، الكويز ضلوا على الوحده ولا تغير؟ والله الكويز خليناه على الوحده لانه في ناس ما بزبط معها انه على الوحده، صح؟ خلاص الكويز على الوحده، الكويز رقم 3 على الوحده. مادة الكويز راح تكون اللي هي تشابتر 4 لحد ما أخذنا اليوم؟ لا، لحد الماغنيتيود، لا لحد الديكودر. أيوة لحد الديكودر. لحد الديكودر داخل؟ لا الديكودر مش داخل. أوكي.